السلام عليكم. اليوم راح الولاية تاع تيارت لنقف على عملية تاع التدشين وافتتاح مستشفى خاص بمدينة تيارت، واللي يعتبر كبير بحجم كبير، لأنه في كثير من الحالات يسموا المشروع يسمى عيادة، لكن هو في الحقيقة هو يعتبر حجم تاع مستشفى. يعني هنا نلاحظ أنه البناية هذه فيها عدة طوابق وعدة بنايات، وفي الأكيد حيكون فيها أسرة وفيها تجهيزات نتاع عمليات جراحية وكذا. هذه ما تعتبرش عيادة، العيادة ما تستقبل ما يباتوش فيها المرضى، العيادة تدير خدمات. وما كانش الأوتيل ما فيهاش فندق الإيواء. إذا هذه بالنسبة لي أنا تعتبر مستشفى خاص تم افتتاحه في مدينة تيارت، ونخليكم تابعوا الفيديو حول هذا المشروع الهام. إذا واللي أكيد القطاع الخاص هذا يعزز المنظومة الصحية في الجزائر. إذا نخليكم تابعوا، السلام عليكم.